في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على افضل 3 هواتف في الفئة المتوسطة تحت 3000 جنيه تقدر تجيبه لابنك لو هو طالب او لو انت طالب تقدر تجيبه. واول هاتف معانا سعره اقل من 3000 جنيه انفينكس هوت 10 اس، بيجي بشاشة 6.8 بوصة، بيجي بمساحة داخلية 64 جيجا، وبيجي بكاميرا خلفية ب 48 ميجا بكسل، وبطاريته 5200 ملي امبير، واما سعره فبيجي ب 2400 جنيه. والهاتف التاني اللي معانا هو شاومي ريدمي 9، بيجي بشاشة كبيرة وبيجي ببطارية قوية 5020 ملي امبير، بيدعم الشحن السريع 18 واط، وبيجي بسعر 2500 جنيه. والهاتف التالت اللي معانا شاومي ريدمي 10، وده بيجي بسعر 2800 جنيه، وبيجي بدقة شاشة عالية FHD، وبيجي ب 4 جيجا رام.